متعذب سفر هيك مرات كثير احنا ترتيب القيمه ما بتقدر تتغير بس اجى نغير كل كريبتو ونشوف الفتحه جاي يتحسن سعر تختلف قيمه اصلا نقدر انه نفتحها ونسدها بنسبه اعتمادا على تغيير قيمه الكيلو. اذا هذا تمثيل الى منظومه نسميها كلوز لوب كنترول. كلوز لوب كنترول شنو اللي عندنا؟ الترانسميتر شو تمثل لنا؟ شو تمثل لنا كقيمه؟ لا لا كقيمه لا هذا بروسس فيريبل بروسس فيريبل زين وهذا الاكشن مالتنا وهنا عندنا الكنترول شو يمثل لنا؟ يمثل لنا السيت بوينت و الكومباين قارن القيمه وهي السيت بوينت القيمه اللي جايتنا من الفيريبل بروسس فيريبل اذا تتغير القيمه مالته هذا على اساسها راح تتغير الفتحه مالته الصمام غلق او فتح. طيب فل هذا فل كلوز. نقدر نقرا التيار مالته من اليمين مو تيار ثلاث متر توالي. اي توالي؟ اي ربط توالي. اعطيني نورمال مالته. اللي من اليمين. غير الربط خليه يحاول على الملي امبير حولت على الملي امبير لا هنا حولت الربط حول الملي امبير وانت هذا يكون تغير الربط انت احترق من الاطراف واربط عندك هذا هذا الكلام لازم أربعة هذا في مشكلة لا هذا في مشكلة ما أدري هذا الأسود الأحمر أي برا هسه من اللي عندي عندك؟ بس مبين لا من انا طالع انا طالع 20 بس 20 ملي امبير اوفر زين؟ نبدي هسه نغير من اللي عندي؟ لا تخلي 16 هسه 75 المفروض الفتحه جاي تتغير من زي بعد زين وصلنا هذا 25% اللي هو 50 الى 25 هذا جاي ياخذ اسمه هذا عمليه التنظيم هذا اللي سميناها الايرب جاي يصحح الايرب جاي يصحح يسوي سبيد باك مالته يسوي تصحيح على السيت بوينت اللي حددناها السيت بوينت شلون تحدده عن طريق الملي امبير اللي جايته منين الملي امبير جايته من الكنترول الكنترولر جايده ملي امبير جاء ملي امبير حدد الفتحه الكنترولر شلون اخذ قيمه الملي امبير اخذها على اساس قيمه الفلو اللي جاي عندنا الفلو شو يمثل لنا البروسيس الفيدباك يجي من هنا يرجع الفيدباك هناك هنا كفتحه قد وصل اذا مربوطه عندنا كفتحه قد وصل 30% 40% هسه احنا هنا مربوط هنا ما مربوط بس شنو عندنا هذا هو كانه الفيدباك مال الفتحه يعطينا اللي هو قيمه الملي امبير صار طالب 4 مليون زين اكو نوز هسه شنو عندنا انت صار عندنا صفر صفر
توفرناها عشان صاحبه اذا صار هاي 20 إذن هذه تمثيل بسيط لمنظومة كلوز لوب كنترولر اللي هي تقوم المخرج ينشن على على الاكتويتر حلقات الاكتويتر والمدخل مالتها فيريبل بروسيس ماخذينه من الفلو ترانسميتر واللي يتحكم بهاي العملية اللي هو الكنترولر يا قيمة البروسيس فاليو من هنا فيريبل قارنها ويا ستيت بوينت مالتين وعلى وها ينطي السيجنال ملي امبير كاكشن للمنظم ويفتح هاي النسبة مالته. لا 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 لا